السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شلاتية؟ عاملين ايه؟ درس جديد من ورشة المحاماة، او ورشة عمل موشن جرافيك، فيديو موشن جرافيك كامل، وهي ورشة المحاماة. هنكمل فيها الرسومات اللي فاتت، اللي هي زي ما احنا وقفنا المرة اللي فاتت. فالفيديو اللي فات احنا وقفنا عند الجزئية دي. تمام، هنا اللي هي دي المفروض ان احنا نشتغل على دي. ده الشكل ده موجود على افتر افكت. الخريطة دي موجودة، احنا نزلناها او حملناها، متحملة صورة بي ان جي اللي هي هنا، وهتلاقي الكرة الارضية برضو متحملة بي ان جي، والطيارة متحملة بي ان جي. فدول موجودين اصلا عادي يعني مع الماتيريال، هتلاقوه في وصف الديسكريبشن برضو في وصف الفيديو. ف هنكمل دلوقتي الفيديو. ممكن يكون من خارج مصر، يبقى باقه الاستشارات القانونيه نفس التحريك يا اونلاين، مدفوعه الاجر. مدفوعه الاجر، تعالوا نجهز الرسمه بتاعتها. هي هنا هتلاقيها في البيت دي اللي هي المحفظه دي. عايزين المحفظه دي، ندوس نيو. هناخد كل ورقة بالظل بتاعها. جميل جدا، ننزلهم لتحت كده. وهناخد الغطا بتاع المحفظة او القفل بتاع المحفظة. بس كده نكتب قفل المحفظة والمحفظة نفسها. دي الورقة، ورقة مثلا واحد، ورقة اتنين، ورقة تلاتة. هنكبر تاني على قد المقاس الكومبوزيشن وندوس سيف. محفظة فلوس مثلا، جميل، نكمل. هتناسبك جدا، كل اللي عليك انك تخصص وقت لاستقبال الاستشارات الاونلاين. طيب احنا محتاجين كده الشخص ده، ومحتاجين الساعة دي، ومحتاجين الخلفية اللي هي الرسمة بتاعت الحيطة دي. فدي مش صعبة، ممكن نرسمها احنا اصلا. فتعالوا نرسمها على طول. هنجيب بس الشخص اللي قاعد ده اللي هو هنا، نقفل كل ده. محتاجين دلوقتي الساعة دي، موجودة في الماتيريال تحت في الديسكريبشن برضو، اللي هي ستوب واتش، اللي هي فيكتور ستوب واتش دي. محتاجين اللي هي كاملة دي، نجيبها هنا ونحطها هنا. تمام، بسيط خالص. طيب ناقص ايه تاني؟ نكمل شوية لقدام. الايدين دي موجودة، الكليندر دي موجودة، فتعالوا نجيبهم على طول بسرعة. الايدين اللي هي موجودة تحت هتلاقيها، ده اسمها الدفع، موجودة AI لوحدها. تمام، هناخدها كده ونحطها جوه دايرة برضو على افتر افكت. هي متجهزة اصلا، جاهزة. تمام، طيب الكليندر موجودة اللي هي النتيجة اهي. هناخد دي ونعمل نيو وناخدها هنا كوبي. هنشيل بس الأرقام دي. طيب تمام، بس ده اللي احنا محتاجينه. ممكن نشيل كده.
بس مش لازم نحرك كتير قوي في الكليندر او في النتيجة. النتيجة ورقة فوق ورقة تحت، وهنعمل سيف النتيجة. تمام، هنجهز الساعة دي. نفسك القيمة. طبعا هناخد النتيجة ونحطها برضو في الكومبوزيشن ده، بس هي عشان هنا اصلا هي كومبوزيشن لوحدها فنحطها، والدفع زي برضو النتيجة. هنرجع تاني للمشهد ده ونرسم له أرضية تحت الراجل كده. تمام، ادي أرضية، دي اسهل طريقة رسم الغرفة اصلا. وهنشد نعمل لها دبليكيت كده لفوق شوية، ونخلي اللون افتح شوية، لون فاتح يعني شوية. وهنعمل لها send to back، فكانت دي الأرضية أو دي بقت الأرضية. هنعمل duplicate أو نعمل new layer تاني، ونرسم كده دي الحيطة، ننزلها لتحت ونغير اللون نخليه الأغمق يعني كده مثلا. تمام، طبعا الالوان نظبطها مع الخلفيه. طيب في حل اصلا اسهل من ده كله، ممكن نعمل هنا ندوس على دي، يعني نعلم على اللاير نفسه وندوس على الباليتة بتاعت الالوان اللي فوق دي. اي لون بنفسجي في القايمة دي هيعمل لنا ايه؟ هيتغير للون اللي احنا بنغيره. يعني مثلا لو غيرنا البني ده وغيرنا البامبا لدرجة الاحمر دي مثلا، دوسنا اوكي بقت معانا بالشكل ده. احنا عايزين نشيل بس الكلمة دي، وعايزين الدايرة دي مثلا فهنشيل دي، وعايزين الدايرة اللي تحت برضو اللي هي الصغيرة دي نخليها يا اما فوقيها يا اما ناخدها في لير تاني. بس دي مثلا الساعة، دي الدايرة الوسط، دي الدايرة الصغيرة. وقلنا هنضيف برضو النتيجة والدفع في الافتر افكت، فدي مثلا نسميها غرفة المحاماة، المحامي مثلا. طيب بسرعة نعدل الايد، ممكن نمسح الايد دي. او بدل ما نمسحها ممكن نزود كده شوية. وناخد دي نخليها زي دي، زودنا الاستروك شوية فبقى معانا بالشكل ده، وهو ده المطلوب. مش عايزين نحرك كتير، فاحنا ممكن نحرك راسه بس بشكل بطيء خالص. ناخد الراس كده، كنترول اكس كنترول اف. جميل جدا، ناخد نقول دي مثلا الراس، وده الراجل مثلا، الأرضية الأرض مثلا، ودي الحائط. طيب احنا عايزين نفس الكلام اللي في الأفتر فاللي هنا، فاحنا ممكن ناخد نفس الألوان بالظبط. يعني هنا لو خدنا الدرجة دي وهنا احنا عايزين الدرجة بتاعت البامبا دي، وهنا عايزين درجة اخضر زيتي،
تمام، بقت شكلها نفس التانية. تمام، احنا كده خلصنا المشهد ده، فهنقفل ده ونقفل بقية المشاهد. تعالوا نكمل. المالية المدفوعة من قبل العميل مقابل الساعة، ولما يجي وقت الاستشارات. تمام، احنا محتاجين الخلفية دي، ومحتاجين الكرسي ده، ومحتاجين محامي بظهره. طيب محامي بظهره دي مش لاقينها، فاحنا ممكن نرسمه احنا دلوقتي. لو مش لاقين شخص بظهره مثلا، فاحنا الاول هنيجي هنا نجيب الكرسي ده. جميل، ده كرسي، ودي الخلفية اللي احنا كنا شغالين عليها. لو جينا هنا حطيناها هنا وكبرنا كده، طبعا الكرسي برضو لازم نغير اللون بتاعه، فاحنا برضو نظبط الالوان. هنا كان في ترابيزه وحبه حاجات كده بنحطها، فنشوف الترابيزه دي فين. هي دي الترابيزه اللي احنا محطوطه معانا، هناخد الجزئيه دي بس. ممكن نشيل كل ده، والمكتبة دي نخليها كده. نظبط على قد زي الفيديو بالظبط. احنا كنا شايلين، لا كنا مخليين الكل دير. طيب نرجع الفيديو تاني، احنا كنا حاطين ايه الورقة وعاملين زوم. تمام، جميل جدا. طيب هنيجي هنا بس ناخد الترابيزة. ننزلها كده تحت شوية. جميل، نقفل ده. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين نفس الخلفية اللي موجودة. كان في شاشة كمبيوتر هنا، ايه هناخد ده وناخد الشاشة دي. كوبي، ونيجي نحطها هنا برضو. ساقها شوية. تمام، نجيب الكرسي ده يمين شوية عشان يبان. نجيب الشاشة أصغر شوية. تمام، نجي مثلا غرفة التعامل مع العميل. هناخد اللمبة دي وهنا فاصل كل جزء لوحده، فده ميزة ومشكلة في نفس الوقت. تمام، جميل جدا. محتاجين الأقلام دي مثلا،
ننزلها تحت اللمبة. تمام، محتاجين بقى راجل بظهره، فدي مش صعبة ومش سهلة. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نجيب الراجل ده هنجيب حد واقف ونجيبه بظهره اهو ده مثلا، هو اصلا جاي بالظهر فاحنا ممكن ناخده كده كوبي ونعمله هنا بيست. شيل الورقة بس. تمام، طبعا رجلي هتتقطع اصلا، فيا نشيلها من هنا يا اما نعمل لها ماسك في الافتر افكت، وانا بفضل الماسك في الافتر افكت. وهنتعلم برضه يعني ايه ماسك. ده محامي لمبة، طبعا عشان اللمبة تتحرك معانا فاحنا ممكن ناخد اللاير ده كده بدي استند اللمبة، ودي اللمبة نفسها. وده الكرسي، أقلام، محتاجين السكرين نفسها، فاحنا ممكن ناخد كوبي كات من السكرين عشان لو هندخل شخص جواها. فدي الزجاج او زجاج الشاشة، ودي الشاشة نفسها، ودي الترابيزة او الطاولة، ودي الخلفية. تمام، جميل جدا، هنكمل. تكون حضرتك مستعد وجاهز لمقابلة العملاء اللي فعلا حجزوا من خلال موقع محامينا. طيب بسيطة دي خالص، ده لابتوب هنلاقيه هنا، بسيطة خالص، هنجي هنا ونعمل كده، نمسح ده. ناخد لنا الشاشة كات، وناخد اللابتوب بنفسه كات. يعني ممكن ناخد الحتة الكحلي دي لوحدها كات برضو. تمام، وناخد الاي دي كات لوحدها، وناخد الاي دي كات لوحدها، نطلعها فوق اللابتوب. ودي ناخدها يمين شوية كده على أساس إن هو بيحرك الماوس يعني. فدي مثلا يد مع ماوس، وده كيبورد اللاب، ودي شاشة اللاب زرقاء مثلا، ودي شاشة اللاب بيضاء، ودي يد الكيبورد. تمام، ونعمل سيف اللابتوب كده. تمام، عظيم جدا، وبكده هتزود عملائك وتزود دخلك. العملاء موجودين والدخل دي موجودة برضو، تفاصيل الباقة وسعرها بعد ما نفس اللابتوب اللي في اول الفيديو خالص. محامي، والطريقة دي على افتر افكت هنتعلمها. ده المشهد الاخير،
وده هنجيبه جاهز اصلا موجود متاح، يعني هنجيبه من هنا موجود لوحده. اللي هو اسمه شيكينج هاند، موجود جاهز بس خلفيته سودا فهنعملها عادي، وهنشيل الحاجات دي برضو. فدي موجودة هسيبها لكم برضو مع الفيديوهات، مش لازم نجهز كل حاجة، في حاجات بتبقى جاهزة معانا اصلا، في فيديوهات فايتة اصلا. فكده احنا خلصنا الرسومات بتاعت الشغل بتاعت الورشة، وهنبتدي ان شاء الله من الدرس الجاي التحريك. فاشوفكم الحلقات الجاية ان شاء الله. سلام.